في إطار التعقيب على جواب السيد الوزير، أعطي الكلمة لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. تفضل السيدة المستشارة. سيد الرئيس، على الرغم من الإعانة التي قدمتها الحكومة لمهني قطاع النقل الطرقي، فإن الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات ما زال ينذر بتداعيات وخيمة على هؤلاء المهنيين، بل وعلى المستهلك المغربي، خصوصا الفئات الهشة والفقيرة التي لم تعد قادرة على مواجهة الارتفاعات المهولة في أسعار العديد من المواد الأساسية. السيد الوزير، أمام هذا الوضع الذي يمس بالاستقرار الاجتماعي، نطالب الحكومة باتخاذ حلول جذرية واستعجالية، في مقدمتها اتخاذ قرار تسقيف أسعار المحروقات، والذي لم يعد هناك أي مبرر اليوم للتحيل من اتخاذه. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك حاجة ماسة اليوم إلى تفعيل الغازوال المهني الذي يشكل أحد أهم مطالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. كما أن نؤكد سيد الوزير على الحاجة الملحة لتقليص هامش الربح لدى أصحاب التخزين والتوزيع وتقليص الضريبة الداخلية على الاستهلاك. سيد الوزير، المهنيون اليوم يطالبون الحكومة باتخاذ قرارات استعجالية تنقذ قوتهم وقوت أطفالهم، لأنه لا يمكن الاقتصار فقط على ترديد جملة ارتفاع الأسعار في سياقها الدولي، علما أن السياق الدولي لا يمكن التنبؤ بتطوراته. ختاما سيد الوزير، فإن أي مبادرة تشريعية أو تنظيمية لحل الأزمة التي يعرفها قطاع النقل الطرقي يجب أن تكون محل مشاورات صريحة متواصلة حقيقية مع المهنيين، وذلك لأن القطاع يعرف تنوعا يتعين مراعاته في أي إجراء. كما أننا نحذر سيد الوزير من مغبة اعتماد قانون المقايسة على حساب الطبقات الكادحة، وذلك لأنه لم يعد من المقبول أن نجعل من المواطن البسيط قربانا للتسويات أو نحمله وزر ما بات يعرف بتقلبات السوق الدولية. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد المستشار. الكلمة لفريق التجمع الوطني للأحرار. تفضل سيد المستشار. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، بصراحة انتم اليوم امام واحد الورث اللي هو ورث كبير، ورثتوه بسوء التسيير ديال هذا القطاع لمدة ولايتين السابقتين، وهادشي الناس كيلمسوه، بحيث انه هذا القطاع عرف واحد السوء ديال التدبير، وكذلك تكلمتوا على واحد المجموعة ديال الخدمات اللي خصو يقدمها هذا القطاع يعني للمواطنين، فما كانش هناك تحسين هذه الخدمات هذه، وهادشي ملموس على ارض الواقع، وكنشوفوا كذلك اليوم هذه الاليات ديال المواصلات والشاحنات في هذه الحاله المتهالكه اللي كنشوفوا اليوم داخل الموانئ وفي المدن وفي الطرق، فهذا كيبين بانه الوزارات السابقه ما كانش عندها اهتمام. وهذا كنشكر في هذه المناسبه الحكومه، لان كانت عندها رؤيه استباقيه من خلقات واحد الوزاره خاصه بهذا القطاع هذا، فالكل كيعرف بان القطاع ديال النقل هو القطاع الوحيد اللي كيدخل في جميع القطاعات، ما كاينش قطاع اليوم ما كيستعملش النقل، سواء لا في الاستيراد او النقل ديال البضائع ديالو، سواء من بعد التسميه ديالها او قبل. فهاد المساله هذه ديال النقل السيد الوزير لازم انكم تعطيوها واحد الاهتمام كبير. هذا الشيء ديال المحروقات ما جاء الا باش يعري على الواقع، ويعري كذلك نزيد نضيف على سوء التسيير ديال هذا القطاع من طرف الوزارات السابقه. اليوم حنا في التجمع الوطني الاحرار السيد الوزير كنشوفوا بانه هذا القطاع خصو واحد الاستراتيجيه خاصه به. تكلمت وعطيته واحد المجموعه ديال المؤشرات، واحد المجموعه ديال القوانين اللي خص يتم اعاده النظر فيها، واحد المجموعه ديال الامكانيات ديال الدعم ديال هذا القطاع. انا كنظن هناك قطاعات اللي اليوم كنشوفوا النتائج على ارض الواقع من خلال الاستراتيجيات اللي كانت ناجحه، المخطط الاخضر، مخطط اليوتيس. فاليوم كنشوفوا بانه هذا القطاع هذا كذلك خصو واحد الاستراتيجيه اللي تكون على واحد 5 سنوات او الى اقتضى الحال حتى 10 سنوات، اللي تكون فيها إعادة النظر ديال القوانين المنظمة لهذا القطاع، شروط الولوج لهذه المهنة. اليوم كنشوفوا السيد الوزير كاين واحد التضارب كبير ما بين الشركات ديال النقل، فولا اليوم العرض أكثر من الطلب، أي واحد اليوم يمكن له يستثمر في شاحنة أو في 3 أو 4، يمكن له عاوتاني ياخذ كاميون دوزيام ما وهذا ويستعملوا في الطرقات المغربية. إذا هذا واحد شكرا السيد المستشار. وشكرا. شكرا السيد المستشار. الكلمة لفريق الاتحاد العام لمقاولة المغرب، تفضل السي حفدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير المحترم،
اسمحوا لي في البداية أن أوجه تحية إجلال وإكبار وشكر وامتنان إلى أسرة النقل الطرقي على الخدمات الجليلة التي تقدمها للوطن والمواطنين. وأحيانا في أصعب الظروف كما كان الحال بالنسبة للجائحة، ولكن المقل التي ننظر بها جميعا إلى هذا القطاع تحتاج إلى عدسات تصويبية وإلى نوع من الإنصاف. حقيقة أن قطاع النقل الطرقي للبضائع، بالخصوص ما نتكلم على قطاع النقل الطرقي للبضائع، هو بالطبع التحرير تم تحريره سنة 2003، والتحرير السيد الوزير لا يعني إهماله والتخلي عنه وتركه لليد الخفية كما قال آدم سميث، بل بالعكس، لأن قطاعه اليوم القطاع ممارسته تتم عبر الطريق العام، وأي اختلال في المقاولة النقلية هو يرى بالعين المجردة وينعكس سلبا على السلامة الطرقية وينعكس سلبا على البيئة وينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة. وبالتالي نحن نحتاج مع التحرير إلى حضور وازن للدولة الراعية، للدولة الحامية، للدولة القوية، من أجل تسني وتنزيل شريعات وقوانين ومراقبتها وفرض احترامها وزجر مخالفتها، تقليصا للقطاع الغير المنظم عبر بعض الإجراءات اللي منها وذكرتهم منها السيد الوزير. الأهم هو أنه تفكيك وإعادة بناء المنظومة ديال ولوج المهنة، لأن لا يمكن التكلم عن قطاع حديث في ظل التشتيت والتمزيغ والتشضية التي يتميز بها والدريرية التي يتميز بها هذا القطاع. وحكموا على هذه الإحصائيات اللي غنعطي الآن، هو أنه 140 ألف شاحنة اللي فوق من 3.5، 95 ألف مقاولة، 140 ألف 95 ألف مقاولة، 70% هم أشخاص طبيعيين و 93% لا يمتلكون أقل من شاحنتين. يعني الدريرية هي مضرة بالقطاع ومضرة بالاقتصاد الوطني. فتفكيك وإعادة كذلك بناء المراقبة بشتى أشكالها، ما غنتكلمش عليها لأن الوقت يداهمني، ولكن كذلك المسألة متعلقة بتقادم الحظيرة، وتكلمت على تجديد الحظيرة، ويجب التفكير في استدامة هذا البرنامج بالنسبة المالي، وذلك عبر ربط هذا الصندوق ربطه بصندوق المناخ. هنا لابد أن أتقدم بالشكر والامتنان إلى السيد رئيس الحكومة، لأنه لأول مرة في تاريخ المغرب أحدث لجنة وزارية متعلقة بدراسة قضايا النقل الطرقي، والتي أثمرت نتائج إيجابية ولا زالت المستشار مع المهنيين بما يخدم الاقتصاد الوطني. شكرا. شكرا السيد المستشار. الكلمة في إطار التعقيب لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تفضل السي خلينا. السيد الرئيس، بعدما تبين بالملموس فشل قرار تحرير أسعار المحروقات نظرا لما تسبب فيه من فتك وتدمير للقدرة الشرائية لعموم المواطنين ولمصالح توازنات المقاولات النقلية والمهنيين، وفي ظل السعار الذي أصاب أسعار النفط والغاز في العالم بسبب الصراع بين القوى العظمى على قيادة العالم والتحكم في منابع الطاقة، وحيث أن الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل محدود الأثر ولا يجيب على المطالب المطروحة من قبل المهنيين واستثنى المهنيين الحقيقيين ولو مسائقي الشاحنات والتاكسيات، كما أن تقاسم الأدوار مع أرباب العمل لمقايسة أسعار النقل حسب سعر الغازوال لن يساهم سوى في إضرار بمصالح عموم الشعب المغربي وتهديد الأمن الاجتماعي. وقد نبهنا ككونفدرالية الديمقراطية للشغل بخطورة هذه الإجراءات، وتقدمنا بهذا الصدد بمقترح قانون يرمي إلى تنظيم أسعار المحروقات الذي رفضته الحكومة للأسف. إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالبكم بإعمال الإجراءات الآتية: أولاً، تعليق العمل بتحرير سوق المحروقات إلى حين توفر الشروط والآليات لضمان متطلبات المنافسة الشريفة وتفكيك معاقل التحكم والتفاهم على توزيع السوق الوطنية، مع استرجاع الأرباح الغير المشروعة التي اكتسبت منذ 2016 إلى 2021. ثانياً، استعمال رئيس الحكومة لصلاحياته في قانون المنافسة والأسعار بالرجوع لتنظيم أسعار المحروقات باعتماد تركيبة جديدة لتحديد السعر الأقصى للبيع للعموم باعتبار السعر الدولي ولتكاليف الإنتاج والربح الأعلى المسموح به للفاعلين في القطاع وللقدرة الشرائية للمواطنين والمستهلك. ثالثاً، الفصل بين تكرير البترول والسراد وتخزين المواد الصافية وتوزيعها واعتبار توفير الاحتياط الأمني الوطني من مسؤولية الخاصة للدولة.
رابعا اعتماد الغازوال المهني لفائدة المهنيين المهيكلين الذين يحترمون القوانين الجاري بها العمل في قطاع النقل الطرقي إسوة بما هو معمول به في الغازوال البحري. خامسا هيكلة قطاع النقل للبضائع عبر محاربة كل الممارسات المنافية للقانون والمخلة بشروط المنافسة. سادسا إقرار صندوق خاص للدعم في حالات تجاوز سعر الأقصى للغازوال 8 دراهم يمول من ضريبة تفرض على أرباح شركات المحروقات. سابعا استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول وتنظيم التكامل والتنافس بين المنتوج الوطني للاستيراد. ثامنا تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة البترولية لضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية من حاجيتها البترولية بالجودة والسعر المناسب وإنقاذ محطات التوزيع من سلبيات عقود الإذعان. تاسعا اعتماد التخزين الجهوي. نثير انتباهكم السيد الوزير أن الحل لن يكون على حساب المواطنين وهو مرفوض رفضا باتا ولن يزيد إلا الوضع تأزما واحتقانا. شكرا سيد المستشار انتهى الوقت. شكرا. نمر إلى فريق الاتحاد المغربي للشغل. تفضل السيد المستشار. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير كما أكدتم في مداخلتكم أن قطاع النقل تعيش واحد الوضعية كارثية وهذا ناتج على ارتفاعات صاروخية الغير مسبوقة في سعر المحروقات اللي وصلت لمستويات قياسية واللي تبعتها ارتفاعات مهولة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية واللي ضرات ايضا بجيوب المواطنين بالمستوى المعيشي الطبقات الهشه وفي مقدمتها الطبقه العامله محدوده الدخل والمستضعفين وبالخصوص في شهر رمضان. صحيح السيد الوزير انكم اعطيتوا الدعم لمهني هذا القطاع، لكن مع كامل الاسف ان الدعم ظل محدودا وغير عادل حيث توجه لغير مستحقيه وجهتوه البرجوازية ديال هذا القطاع كثير من الأحيان. حرمتوا من هذا الدعم، حرمتوا مثلا سائقي سيارات الأجرة منه رغم أنه هم من يدفعون فاتورة الغازوال. تيكري كريما بالنهار تيمشي يخلص المازوت في العشية تيدير روسيتال مول الكريما اللي عطيتوه الدعم. في حين استفاد منه أصحاب المركبات ومالك المأذونيات ومنهم اللي توفى. حرمتوا منه أيضا أنماط أخرى كنقل الخضر والفواكه من الضيعات الفلاحية للأسواق ونقل العمال الزراعيين. وبالمناسبة الدعم اللي أعطيته لصحابي الكريمات هذه معلومات خاصكم تمشي تقلبوا أنكم أعطيتوا الدعم لواحد عنده 200 كريمة. كريم 200 كريمة، إذا غتعطيوه 32 مليون ديال الدعم في الشهر. ما غيستافدش من هذاك اللي كيخلص المازوت، سيروا قلبوا على هذه المعلومه فين كاين. ايضا نحن في فريق الاتحاد المغربي للشغل، السيد الوزير، نرى انه لازم على الحكومه ان تلزع لحلول ناجعه واكثر واقعيه من اهميه التخفيض من ضريبه الاستهلاك والضريبه على القيمه المضافه التي تضاعفت هي الاخرى بالنصف بناء على ارتفاع اسعار المحروقات. الإلغاء الكلي أو الإلغاء الكلي أو الجزئي ولو مرحليا للرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات. تفعيل الغازوال المهني اللي كيساهم في الدورة الاقتصادية. تسقيف أسعار المحروقات بناء على سعر مرجعي يراعي معدل الدخل الفردي والناتج الداخلي الخام. تحقيق عدالة مجالية بخصوص مراكز ومستودعات تخزين المحروقات بمختلف الجهات للتخفيف من مصاريف سعر النقل والشحن. شكرا السيد المستشار المحترم. نمر الى الفريق الحركي. شكرا السيد الرئيس، مره اخرى شكرا السيد الوزير على الاجابه ديالكم والتوضيحات. الرد ديالكم السيد الوزير كان بمثابه واحد التشخيص وفيه واحد خمسه ديال البنود اللي هضرتوا عليهم، ولكن في الحقيقه ما يحرق الشارع المغربي انه هذه الاشكاليه ديال المحروقات اللي بغينا فيه واحد الحلول ناجعه، رغم انكم جبتوا واحد الحلول اللي هي مؤقته في هذه الظروف اللي هي صعبه واللي كلشي كنعرفوها عالميا واللي البرميل وصل واحد المستويات قياسيه، الا انه كنا كنتمناو السيد الوزير انه ما يكونش الحكومه كرجل اطفاء فين ما وقعت شي حاجه
كنمشيو فين المشعلات نشوفوا كيفاش نديروا نطفيوها. بغينا التنزيل الحقيقي ديال البرنامج ديال الحكومه اللي انتم التزمتوا به اثناء الشعب واثناء السيد رئيس الحكومه لما جاء للمستشارين والبرلمان. لانه اليوم كنهضروا غير على النقل في واحد الفئه منه، في حين انه عده فئات اللي تقاس، وكنمشيو نقيسوا واحد الطبقه اللي هي متوسطه اللي هي ديجا تقاست، وبهذه الاجراءات اللي هي جزئيه كنزيدوا نكرسوا الوضعيه ديال هذا المواطن اللي هو حاليا ولا عنده صعوبه باش 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 يتعايش مع الوضع الحقيقي ديال ديال هاد ديال هاد التصرفات. بغينا السيد الرئيس جاوبونا حقيقه، السيد الوزير حقيقه، علاش كتهربوا من التثقيف؟ خصنا نكونوا واقعيين، علاش كتهربوا منه؟ ما بغينا، خصنا نفهموا ويفهموا المواطنين علاش كتهربوا من التثقيف. غادي تقولوا لنا الحكومه الفايته، متفقين، ولكن الحكومه الفايته راه حطات قوانين وراكم جيتوا حيدتوهم. علاش هذا بالضبط ما يمكنلوش يتحيد في هذه الوضعيه حتى تلقاو له المسائل اللي هي يمكن ليها نشتغلوا بها في المستقبل اللي تكون هي حقيقيه واللي ما تقيش المواطنين، يمكن لينا نعاودوا نرجعوه. ولكن اليوم بحال الا كتعاملوا بطريقه انه ما كاينش واحد الانصات للشعب. اللي غدا راه كاين واحد الاعلان على ان جميع المحطات ديال الوقود غادي دير الاضراب. واش غير اللي دار الاضراب غادي نمشيو نجلسوا مع باش نديروا مشاكل؟ بغينا استباقيه السيد الوزير، استباقيه حقيقيه، ماشي نبقاو حنا عارفين الاشكاليه وانتم عارفينها من مده، من 2000 من شهر 10/2021 باش عرفتوا بان كاين الاشكاليات وجاي المشكل، ولكن حتى كيوقع المشكل عاد كنوضوا نقلبوا على الحلول. بغينا السيد الوزير اليوم تجاوبوا الشعب بصراحه شنو هو الالتزامات، ماشي غير الناس ديال الطاكسيات كما قالوا الاخوان الشيافر مازال ما كياخذوا شيء وبزاف ديال الاشكاليات. بغينا كذلك المواطن العادي اللي كيجي من بعيد، بغينا كذلك المقاولات، بغينا واحد المجموعه ديال الناس اللي داخله في اشكالات كبيره جدا واللي خص اجوبه عليها اليوم السيد الوزير، وانتم حاضرين معنا. شكرا السيد الوزير. شكرا السيد المستشار. اخر تعقيب في القطاع، الكلمه للفريق الاستقلال الوحده والتعادليه. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، فيما يتعلق في البدايه لابد ما نشكركم على الجهود المبذوله في الانصات للمهنيين والتواصل الدائم اللي جاء مع الاسف هذه الازمه ديال ارتفاع الاثمان ديال المحروقات. وفي نفس الان لابد ما نتمنوا الموضوع ديال الدعم اللي خصو كذلك مصاحبه ومواكبه باعتبار انه كاين اشكالات تقنيه لا في المنصه ولا الاستفاده ديال بعض الفئات اللي باقي تتشكي بانها ما توصلاش. اذا خاص واحد المواكبه ومصاحبه لانه موضوع اساسي وله انعكاس اساسي على نقل المسافرين سواء في المجال الحضاري او في الطرق. الموضوع ديال المقايصه، وهذه تجربه اللي هي ماشي تجربه يعني محليه، تجربه موجوده في واحد العديد من الدول، والغايه منها هو حمايه الطرف الضعيف في غياب تعاقد واضح بين الشاحن والنقال. وهذا الامر تنثمنوه، لكن لابد ما نقولوا بانه النسبه ديال التاطير ديال القطار هي نسبه قليله. اذا هذا الموضوع ما يهمش جميع النقاله في علاقتهم بالناس ديال الشحن. اذا اللي اساسي هو الاستمراريه في هذه اللقاءات مع المهنيين من اجل التاطير الكامل والشامل للقطاع اللي تيمكننا اننا ننتقلوا من قطاع اللي هو نقل فيه واحد شويه عشوائيه الى نقل منظم، والناس تيمكننا نضمنوا استمراريه المرفق لفائده ومصلحه لا الشاحن ولا الناقل وبالاساس المواطن، باش يمكن توفر له السلع في الوقت وبالامكانيات والجانب الزمني اللازم. كاين شيء اساسي اللي بغينا ناكدوا عليه، هو خص الاعلام يصاحب هذا الموضوع ديال المقايصه، لان هذه الكلمه المقايصه تضر المغاربه، لان هي اللي ادت بنا لهذه النتائج في مجال المحروقات. ما بغيناوش يفهموها بشكل خطا، لان راه لفائده المواطن ماشي ضد المواطن. اللي اساسي تنظن انه هذا الجانب ديال التعاقد راه ضعيف، وتيخص الحكومه تمشي في اتجاه ديال تقويه الجانب التعاقدي في مجال النقل باش يمكن نهضروا على الجانب ديال الاستمراريه. شكرا. شكرا للسيد المستشار. الكلمه للسيد الوزير للرد على التعقيبات، تفضل السيد الوزير. شكرا، تنشكر الجميع على التعقيبات وعلى يعني المداخلات.
نبغي نقول بأنه العمل على هيكلة القطاع هي من أولويات الأولويات ديال الوزارة ديال النقل، وغادي نبقاو غاديين في هذا الاتجاه هذا مع المهنيين اللي باغيين حتى هما يعملوا في هذا الاتجاه. بالطبع بحال دابا المثال ديال الغازوال المهني، الغازوال المهني ما قلناش ما غنتكلموش معاهم على الغازوال المهني، ولكن حددنا اولويات، قلنا نخدموا في واحد، لانه هذه المشاريع هذو ديال اعاده الهيكله تياخذوا الوقت، خصنا نتفقوا بعضياتنا ومن بعد نوصلوها الى كان فيها تشريع ولا الى كانت ماشي تشريع المبادره خصنا نقوموا بها. فقلنا نحددوا الاولويات واتفقنا مع المهنيين على خمسه ديال الاولويات. القضيه ديال هذا المشروع هذا ديال المقايسه ما غاديش يحل المشاكل كلها ديال النقل، هي اليه ما بين الاليات اللي غادي نعتمدوها باش نحسنوا من الهيكله ديال القطاع. بالنسبه للمواضيع الاخرى اللي هي تتعلق بالقدره الشرائيه ديال المواطنين، الدعم حنا اللي قدمناه للناقلين الهدف ديالو هو الحفاظ على القدره الشرائيه، او على الاقل على الاقل يعني الحد من الاثار ديال التضخم على القدره الشرائيه ديال المواطن. هذا علاش عملناه. بالنسبه يعني الاقتراحات الاخرى هي اولا ليست من اختصاصات وزاره النقل، اولا القضيه اللي تتكلم على تسخيف ديال الاسعار الى اخره، ديال تقليص هامش الربح بالنسبه للموزعين الى اخره، ما يمكنليش ندخل فيها. الحاجه الوحيده اللي نبغي نقول هو انه بغيت نذكر بان هذه الحكومه لا زالت تخصص موارد ماليه مهمه باش دعم القدره الشرائيه ديال المواطن فيما يخص المواد الاساسيه، وانتم تتعرفوها، الغاز، السكر، الطحين، ولكن ايضا فيما يخص الكهرباء. لانه ما نساوش على سبيل المثال بانه في هذه الظرفيه هذه راه الثمن ديال الفحم الضعف 5-6 ديال المرات، ولا زلنا نحافظ على ثمن الكهرباء. هذا كله راه تيشكل واحد العبء على الميزانيه ديال الدوله، خصنا نحافظوا على التوازنات ديالها. وشكرا.